للحديث أكثر عن استمرار الحكومة في سياسة القتل الممنهج للثوار ينضم إلينا السيد شاخو القرداغي الباحث في الشأن العراقي عبر الهاتف من السليمانية. مرحبا بك أستاذ شاخو القرداغي. والد الشهيد عمر فاضل الذي قتلته القوات الحكومية أمس في البصرة يقول إن السلطات حاولت تمرير جريمة قتل عمر على أنها يعني نزاع عشائري. إلى أي مدى تعتقد أن تعليق عمليات القتل على شماعة النزاع العشائري لا زالت تنطلي على الشارع العراقي؟ تحياتي لك دكتور وتحياتي للمشاهدين الكرام. استمرار عمليات القتل والقمع بهذه الطريقة يؤشر على أننا لسنا أمام مشكلة السلاح المنفلت فقط، بل نحن أمام السلاح المنضبط الذي أقسم أتباعه وحاملوه على حماية المواطنين، ولكن أفعالهم يدل على أنهم أعداء للمواطنين ويحمون مصالح الأحزاب على حساب مصالح المواطن العراقي الذي خرج للمطالبة بحقوقه. طبعا دائما هذه الحوادث يراد لها أن لا تكون تشويها للقوات الأمنية وأن يعتبروها خلافات اجتماعية وخلافات عشائرية بين المواطنين، حتى لا يقولوا أن القوات الأمنية تقتل المواطنين أو يعلقوها على المجهولين كما فعلوا سابقا خلال العام الماضي مع أحداث تشرين. هذه الأعذار والمبررات لا يمكن أن تطلع على المواطنين، وخاصة أن هناك شهود رأوا كيف تم قتل هذا المواطن، هذا الشاب الذي كان فقيرا ولم يحمل بجيبه إلا بعض آلاف الدنانير وخرج لمطالبة بحقوقه المشروعة. قوات مكافحة الشغب والقوات الأمنية هي التي قامت بقمع الشباب وقتل هذا الشاب في هذه الظروف. إذا لا يمكن أن يتم اتهام جهات أخرى، يعني يجب الاعتراف بأن الأجهزة الأمنية هي المتورطة في القتل، وأيضا استمرار هذا القتل بسبب عدم الضباط والأمنيين الذين قتلوا الشباب مثل جميل الشمري وأيضا المطوري وقيادات أمنية أخرى تورطت بالأدلة في القتل وإلى الآن لم يتم محاسبتهم، بل أحيانا تم مكافأتهم. رغم أن التظاهرات سلمية، مع ذلك تستمر عملية أو سياسة القتل التي تنتهجها القوات الحكومية والميليشيات ضد المتظاهرين السلميين. يعني منهجية القتل أستاذ شاهو القرداغي، ما تداعياتها؟ المشكلة في العقلية الأمنية في تعامل أحزاب السلطة مع المظاهرات. نحن رأينا أن في زمن نوري المالكي حصل مظاهرات وكان القمع هي الأداة الوحيدة والوسيلة الوحيدة للسلطة. في زمن العبادي تكررت نفس الشيء أيضا في البصرة. في زمن عادل عبد المهدي أيضا في زمن الكاظمي يتكرر نفس هذه الجرائم بحق المتظاهرين السلميين في محاولة لدفعهم إلى العنف، ورغم ذلك خلال عام كامل من ممارسة العنف لم يلجأ المتظاهر السلمي صاحب الموهبة للخروج السلمي والتعبير السلمي عن آرائه، لم يلجأ إلى العنف. والإصرار على هذا الأمر يدل على أن المنظومة القمعية سواء الميليشيات وأحزاب السلطة والقوات الأمنية هي منظومة واحدة، لا يمكن أن نقسمها أو نفضل هذا على ذاك، هي مجرد توزيع أدوار. هذا الطرف يقمع وهذا الطرف يبرر وهذا الطرف يغطي على الجريمة، وأيضا يخرج في الأخير مصطفى الكاظمي ويقول لن نسمح للقوات الأمنية القيام بتجاوزات. هذه ليست تجاوزات، هذه جرائم إرهابية، هذا جرائم قتل، ولكن يتم توصيفها على أنها تجاوزات فردية ويتم محاسبة يعني الذي قام بها الجاني. أنا أتوقع أنه حتى محاسبة هذا الطرف أو هذا الشخص الذي قتل المتظاهر أن يكون غير مدعوم أو لا يدعمه الميليشيات أو الأحزاب، لذلك قاموا بمحاسبته دون أن يعني يوضحوا نوعية المحاسبة وكيف يكون الملاحقة وما هو الحكم الذي يفرض عليه. وإلا لو كان ميليشياويا لما تجرأ أحد على محاسبته. هل تعتقد أن استمرار سياسة القتل على هذا النحو ممكن أن يسكت صوت التظاهرات؟ لو كان ممكن للقمص والقتل وأيضا استخدام كل أنواع القتل والقمع والسيطرة على الساحات، أيضا نحن رأينا في الفترة الأخيرة أنهم حاولوا السيطرة على كل ساحات التظاهر ورغم ذلك خرجت المظاهرات مجددا. قمع أو إنهاء المظاهرات يتم عن طريق واحد، ما هي
الأشياء التي تحرر الشارع، هي الفساد، هي الظلم، هي المحسوبية، هي الواسطة، هي ضياع الحقوق، السلاح المنفذ، السلاح الميليشيات. متى انتهت هذه الأسباب سينتهي المظاهرات تدريجيا، ولكن ما دام هذه العوامل الموجودة داخل المجتمع العراقي وداخل العملية السياسية إذا المظاهرات سوف تستمر. دائما ما يصدر من العملية السياسية أو من الحكومات أمور متناقضة. يعني عندما جاء رئيس الحكومة يتحدث ويعني قطع وعودا على نفسه بالكشف عن قتلة المتظاهرين، في حين نرى أن عمليات القتل مستمرة. أيضا يعني الدستور الحكومة، دستور المنطقة الخضراء، يتحدث عن حرية التعبير ويجب حماية حرية التعبير. لماذا نرى فقط التناقضات من حكومات المنطقة الخضراء فيما يتعلق بإدارة الدولة من وجهة نظرك؟ لأن الشخص الذي يصل إلى منصب رئيس الوزراء بوضوح هو شخص يصل إلى هذا المنصب ليس عن طريق كفاءته أو عن طريق قدراته أو عن طريق دعم الشعبي له، بل يصل إلى هذا المنصب عن طريق توافق ما بين الأحزاب حتى يقوم بتنسيق مصالح هذه الأحزاب وتخدير المواطنين لأكثر فترة ممكنة. وهذا ما تكرر الآن، يعني نحن رأينا أو سمعنا كمية هائلة من الوعود، ليس فقط من طرف رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، بل حتى من طرف من حول الكاظمي، وكان هناك تعليق للآمال عليه من قبل أطياف من الشعب العراقي. ولكن عندما وصل إلى كرسي الحكم وعندما جربناه عن طريق تكرار هذه الجرائم رأينا أنه لا يستطيع أن يقوم بشيء، بل يحاول أن يغطي على هذه الجرائم. إذن هو مجرد شخص جاء بتوافق من قبل الأحزاب لحماية مصالحهم بشكل مؤقت حتى الانتخابات القادمة، حتى يتم تدوير نفس الوجوه وإعادة تركيب المنظومة مرة أخرى، وهو لا يستطيع أو عاجز عن محاسبة أصغر طرف ميليشياوي. إلى الآن نحن رأينا بوضوح كيف الميليشيات أحرقت صوره وداست صوره بالأقدام داخل بغداد، ولكن لم يستطع محاسبتهم. وهذه المشاهد وأيضا إفلات المجرمين من العقاب يدل على أنه شخصية ضعيفة لا يستطيع أن يفرض القانون بشكل كامل في البلاد، ووعوده وبياناته مجرد صبر على ورق ولا يمكن تنفيذه على أرض الواقع. الأستاذ شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي كنت معنا عبر الهاتف من السليمانية، شكرا جزيلا لك.